هذا الأسبوع سنواصل والحديث مع لينا زمو، باحثة تعزيز الصحة ونمط الحياة الاجتماعي، لنتعرف على فوائد وإرشادات تهمنا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة كذلك. نتابع. حياكم الله مشاهدينا مجددا. سنتحدث اليوم عن المبادئ التوجيهية للنشاط البدني للأطفال. الأطفال مفروض يسووا تقريبا 60 دقيقة من النشاط البدني في اليوم، إذا تقريبا يعني ساعة، هذا على الأقل. الأنشطة هذه بتكون موزعة ما بين الأنشطة الهوائية، الأنشطة المعززة للعظام، والأنشطة المعززة للعضلات. الفرق بينهم، الأنشطة الهوائية مش يعني الأنشطة اللي محتاجة أن نسويها في الهواء الطلق، لا، الأنشطة الهوائية هي الأنشطة اللي بنحتاج فيها الاستهلاك المزيد من الأكسجين، عشان كده تسمت هوائية، اللي هي بنسميها إحنا مرات الآيروبيك. تنقسم الأنشطة الهوائية إلى قسمين، أنشطة معتدلة الشدة وأنشطة عالية الشدة. الأنشطة معتدلة الشدة هي الأنشطة الهوائية اللي بيزيد فيها النفس، بتزيد فيها دقات القلب، بتصير فيها تعرق بسيط، ولكن لسه الطفل قادر فيها يتحدث أو لسه الشخص قادر فيها يتحدث. مثال على ذلك المشي السريع، بتلاقي انه اوكي في شويه تعرق او كذا، بس لسه الانسان قادر يتكلم، مثلا هو بيلهث مثلا ماما انا ابغى كذا انا ابغى، فلسه قادر يتكلم بس الكلام متقطع. الانشطه عاليه الشده بيكون فيها طبعا برضو النفس فيها عالي، بيكون فيها دقات القلب عاليه، ولكن بيكون فيها الطفل مو قادر يتكلم. مثلا لما الشخص بيجري بيكون يعني ما بيقدر انه يتكلم او يعني يتحاور مع احد. فالطفل لازم يسوي تقريبا اكبر جزء من الانشطه لازم يسويها من الانشطه معتدله وعاليه الشده، مع المحافظه على الاقل 3 مرات في الاسبوع يسوي انشطه عاليه الشده. في عندنا كمان الانشطه المعززه للعظام والانشطه المعززه للعضلات. الانشطه المعززه للعظام هي الانشطه اللي بيكون فيها العظم عكس قوه الارض. فمثلا لما الشخص بيجري او لما الشخص بيمشي بيقفز، هذه بتكون قوة العظم عكس قوة الأرض. لكن تعالي مثلا لو سوينا ركوب للدراجة، أوكي ركوب الدراجة كويس، ممكن يزيد من النفس، يزيد من سرعة النفس، ولكن لا نعتبره نشاط معزز للعضلات، لأنه قوة العظام، لأنه قوة العظم ما جات عكس قوة الأرض. مثال على الأنشطة المعززة للعظام عندنا مثلا الجري، القفز، الوثب، طبعا كثير من الأنشطة الأخرى اللي فيها اللي هي الأنشطة الجماعية، كرة القدم، كرة السلة، كل هذه أنشطة معززة للعظام، وبنفس الوقت جزء كبير منها أنشطة هوائية. الأنشطة المعززة للعضلات اللي فيها تركيز على العضلات، اللي بعدها حتى أحيانا نحس شوية بآلام في عضلاتنا، مثلا البوش أب، البول أب، حتى مثلا ركوب الدراجة لما بنحرك العضلات الكبيرة في الجسم، في عندنا السباحة مثلا برضو بنحرك فيها العضلات، إذا هذه جزء برضو من الأنشطة. فإذا الطفل مفروض يقضي 60 دقيقة من اليوم في الأنشطة الموزعة ما بين أنشطة هوائية وأنشطة معززة للعظام وأنشطة معززة للعضلات. النقطة الثانية اللي مهم إن نركز عليها، طبعا مش كافي إنه الطفل بس يقضي 60 دقيقة و23 ساعة يقضيها ما بين انه هو ينام او مثلا يشاهد تلفاز او في العاب قليله الحركه، لا، لازم نوازن انه هو من المهم يقضي جزء كبير في النشاط البدني، ومن المهم كمان ان نقلل من الانشطه اللي ما بتتضمن نشاط بدني، مثل مشاهده التلفاز ومشاهده الايباد او الالعاب اللي ما فيها كثير من الانشطه الحركيه، نقللها لمده لا تزيد عن ساعتين في اليوم. فعزيزتي الام، نصيحتي لك حاولي انك تزودي النشاط البدني للطفل، حاولي انه ما يقل عن ساعة في اليوم فأكثر طبعا، وكمان حاولي انك تركزي على تقليل الأنشطة التي لا تتضمن كثير من النشاط البدني مثل مشاهدة التلفاز. شكرا لكم. أطلق مستشفى سبيتار عضو مؤسسة أسبايرزون برنامجا صحيا تحت اسم حركة وصحة، يستهدف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما. ويعد البرنامج الجديد واحدا من المبادرات المجتمعية لقسم أنماط الحياة الصحية التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي من خلال تحفيز الأطفال على مزيد من النشاط البدني، فضلا عن توعيتهم بالعادات والسلوكيات الصحية السليمة. يهدف هالبرنامج إلى تطوير المهارات الحركية عند الأطفال ما بعد الدوام المدرسي، ولكن نضيف عليها المعلومات الصحية أيضا عشان نكسبهم العادات الصحية، يعني نعطيهم بعض المسجات الصحية من خلال
حركتهم في بعض التمرينات الحركية أو الرياضية أيضا. برنامج كتير حلو بيهدف لتحريك الجسم للولاد. كمان في بآخر كل فقرة يعني 5 دقائق محاضرة بيعطوا الولاد كيف بدهم يتفاعلوا باليوم، كيفية اليوم، يعني حتى إذا ما إجوا على رياضة هون كيف بدهم يشتغلوا بالبيت رياضة، عدم إنه متابعة التاب يعني أو الآيباد دائما يعني فترات محددة، شو هي الأكل الصحي، فكتير مستفيدين لياقة وجسميا وفكريا. ويعتبر حركة وصحة برنامجا صحيا رياضيا تفاعليا يستهدف الأطفال في المجتمع القطري لترقية النشاط البدني والوعي الصحي لدى هذه الفئة، وذلك في سياق برامج أنماط الحياة الصحية بمستشفى سبيتار التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز النشاط البدني وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسمنة والسكري وضغط الدم وغيرها. هو البرنامج طبعا حركة وصحة هدفه صحي ومعلومات صحية نديها للأولاد، وطبعا الأولاد أنا طبعا أتكلم عن البنات أكتر متجاوبين جدا مع البرنامج، ويعني كمان أولياء الأمور متفاعلين جدا معاه. أنا لاحظت أنه أولادي حسيت أنه حركتهم حتى في البيت زادت، استيعابهم للدروس أكثر صار، لأنه فعلا العقل السليم في الجسم السليم. هم استفادوا كتير، أنا صرت أجي يعني عبر الحصة تبعتهم صرت أنا أمشي حوالين أسباير، صرت أنا حتى تشجعت على الرياضة أكثر.